السابعه صباحا لاهم واخر الانباء، اهلا بكم. اعلن مصدر في وزاره الخارجيه والمغتربين ان لا صحه لادعاءات المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحده الى سوريا ستيفان دي مستورا حول اسباب عدم دخول المساعدات الى مدينه حلب. هذا وقال المصدر في تصريح لوسائل اعلام ان الامم المتحده لم تقدم للحكومه السوريه اي معلومات حول الطريق الذي ستسلكه القوافل الى مدينه حلب. واكد المصدر ان الامم المتحده تخضع لابتزاز المجموعات الارهابيه التي ترفض دخول المساعدات إلا بإشرافها التام. هذا وكان ديمستورا ادعى أمس وجود مشكلة في إيصال المساعدات إلى مدينة حلب بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لذلك، لافتا إلى أن طريق الكاستيلو في حلب له وضع خاص في الاتفاق الأمريكي الروسي، وبأنه ستكون هناك نقاط تفتيش جديدة عليه. وكانت عملية إزالة السواتر الترابية من طريق الكاستيلو شمال حلب بدأت لتسهيل دخول قافلات المساعدات باتجاه أحياء المدينة ضمن بند الاتفاق الروسي الأمريكي المتعلق بإدخال المساعدات إلى مدينة حلب. أفاد مصدر عسكري أن المجموعات المسلحة خرقت نظام التادي 44 مرة في 24 ساعة الماضية عبر استهدافها بالأسلحة الرشاشة والقذائف للمدنيين ولعدد من النقاط العسكرية في محافظات دمشق وريفها وحلب واللاذقية وحمص والقنيطرة وأيضا حماة. هذا وأفاد المصدر أن المجموعات المسلحة خرقت نظام التهدئة 11 مرة في ريفي دمشق واللاذقية وفي حلب، في حين توزعت الخروقات على عدد من المناطق وتم تسجيل خرقين في جوبر شرق دمشق وفي بالا والمعهد الزراعي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما تم تسجيل الخروقات الأخرى في جمعية الزهراء في حلب وواحد في خان العسل في ريف المدينة ورويسة ورشو شير الضبعة وعين البيضة في ريف اللاذقية. وهذه المشاهد من خروقات نظام التهدئة من قبل المجموعات المسلحة في الراموسة والحمدانية ومطرانية العزيزية بمدينة حلب. أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا التي كان مقررا عقدها مساء الجمعة ألغيت بسبب رفض واشنطن لنشر تفاصيل اتفاق الهدنة. واستبعد تشوركين توصل مجلس الأمن لقرار يدعم الاتفاق الروسي الأمريكي بخصوص الهدنة لإحجام واشنطن عن نشره. هذا وأوضح تشوركين أن اجتماع فريق الدعم الدولي لسوريا سيعقد في نيويورك في 20 من الشهر الجاري، كما أشار إلى لقاء مرتقب لوزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز، ولكم تحيات فريق العمل المناوب. إلى اللقاء.